تفسير سوره القدر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر التفسير انا انزلناه الله انزل القران ليله القدر ليله الشرف والفضل ادراك عرفك يا محمد صلى الله عليه وسلم تنزل تهبط الروح جبريل عليه السلام مطلع الفجر طلوع الفجر التفسير الاجمالي يبين الله تعالى انه انزل القران الكريم في ليله القدر وهي ليله الشرف والفضل في شهر رمضان وليله القدر مباركه والعمل في ليله القدر افضل من العمل في الف شهر ليس فيها ليله القدر ويأمر الله الملائكة وجبريل عليه السلام بالنزول بالقضاء والقدر في هذه السنة. وليلة القدر أمن وسلام حتى حتى يطلع الفجر. ما يستفاد من السورة. أولاً. بيان فضل القرآن الكريم. ثانياً. انزل الله القران في ليله القدر ثالثا العمل الصالح في ليله القدر افضل من العمل في ثلاث وثمانين سنه واربعه اشهر رابعا ليله القدر في العشر الاخيره من رمضان خامسا الحث على كثره العمل الصالح في ليله القدر سادسا ليله القدر ليله امن وسلام تفسير سوره الهمزه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تفسير ويل كلمة وعيد شديد همزة لمزة الذي يغتاب الناس بالقول أو الإشارة يحسب يظن أخلده أطال حياته وأنساه الموت لينبذن يرمى في النار الحطمة النار التي تحطم كل ما يلقى فيها تطلع تخترق الأفئدة القلوب مقصدة مغلقة عمد ممددة مقيدون بسلاسل لا يستطيعون الخروج من ابواب النار التفسير الاجمالي توعد الله بالعذاب الذين يغتابون الناس وانشغلوا بجمع المال ونسوا الموت والمحاسبه على هذه الاموال من اين اكتسبوها وكيف انفقوها واذا لم يتب هؤلاء فنهايتهم الى النار التي تحطم كل شيء وتخترق الاجساد الى القلوب وتحيط بهم فلا يستطيعون الخروج من النار ما يستفاد من السوره اولا تحريم الغيبه والنميمه ثانيا المسلم يجمع المال لينفقه في سبيل الخير ثالثا الوعيد بالنار لمن انشغل بجمع المال عن عباده الله تفسير سوره العلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى <تصفحك> <تصفحك> إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب التفسير علق دم جامد في رحم المراه الاكرم عظيم الكرم ليطغى زياده الكبر والظلم استغنى، رأى نفسه غنيا بالمال والقوة، الرجعة، الرجوع بعد الموت، تولى أعرض عن الإيمان. لنسفع بالناصية نجذب شعر مقدمة رأسه بشدة فليدع ناديه فلينادي جلساءه الزبانيه ملائكه العذاب اقترب تقرب الى الله بطاعته التفسير الاجمالي اقرأ يا محمد القرآن مفتتحا قراءتك باسم ربك الذي خلق الإنسان من قطعة دم جامد في الرحم فإن ربك عظيم الكرم واسع العلم علم الانسان ما لم يكن يعلمه واخبر الله ان الانسان يظلم ويفسد اذا راى نفسه كثير المال وعلى الانسان ان يعلم ان المرجع الى الله وسوف يحاسبه على عمله وهل عرفت يا محمد اعجب من المعرض المكذب الذي ينهاك عن الصلاه وانت يا محمد على الحق وتامر بالتقوى ويجب على هذا المعرض المكذب وهو أبو جهل أن يعلم أن الله يرى عمله وإذا لم يرجع عن عمله السيء فسيؤخذ بشعر رأسه أخذا شديدا ويلقى في النار يوم القيامه وهذا المعرض كاذب في قوله مخطئ في عمله فلينادي هذا المعرض المكذب قومه ليدفعوا عنه العذاب فان الله سينادي له الملائكه الغلاظ الشداد ولن يساعده احد فلا تطعه واسجد لربك وتقرب اليه بالطاعه ما يستفاد من السوره اولا بيان قدره الله تعالى على خلق الانسان ثانيا من عاده الانسان الظلم اذا كثر ماله وزادت قوته ثالثا الوعيد الشديد لمن نهى عن الطاعه وأمر بالمعصية. رابعا: الوعيد الشديد لمن استمر على المعصية. خامسا: يجب على المسلم الاستمرار على طاعة الله تعالى. تفسير سوره الفيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول التفسير اصحاب الفيل ملك اليمن وجيشه كيدهم تخطيطهم وتدبيرهم لهدم الكعبه تضليل خسران وضياع طيرا ابابيل طيور كثيره ومتتابعه سجيل طين متحجر كعصف ماكول ورق الزرع اليابس الذي اكلته الحيوانات فتحول روثا التفسير الاجمالي اراد ملك اليمن واسمه ابرهه ان يهدم الكعبه ليحج الناس الى البيت الذي بناه في اليمن فسار الى مكه بجيش ومعه فيله ليخوف اهل مكه ويظهر قوته فامر الله جماعات من الطيور فرمت ابرهه وجيشه بحجاره من طين متحجر فقطعتهم مثل ورق الشجر اليابس الذي اكلته الحيوانات فتحول روثا ما يستفاد من السورة: أولا، التحذير من معصية الله، ثانيا، الوعيد الشديد للعصاة، ثالثا، حماية الله للبيت الحرام والكعبة. رابعا شده عذاب جيش ابرهه وهوانهم على الله تفسير سوره القارعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه التفسير القارعه يوم القيامه وما ادراك وما اعلمك بها كالفراش المبثوث مثل الفراش المنتشر كالعهن المنفوش مثل الصوف المنتفش ثقلت موازينه كثرت حسناته في الميزان خفت موازينه. قلت حسناته في الميزان. فأمه هاوية. من قلت حسناته هوى في النار. نار حاميه شديده الحراره التفسير الاجمالي يوم القيامه ينتشر الناس مثل الفراش وتكون الجبال كالصوف المنتفش وينقسم الناس الى قسمين من كثرت حسناته فهو في الجنه ومن قلت حسناته سقط في النار. ما يستفاد من السورة. أولاً. بيان شدة يوم القيامة. ثانياً. تكون الجبال العظيمه مثل الصوف المنتفش لشده يوم القيامه ثالثا يوم القيامه توزن اعمال الناس بميزان الله فمن كثرت حسناته دخل الجنه ومن قلت حسناته دخل النار تفسير سوره الزلزله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره التفسير زلزلت تحركت الارض حركه شديده اثقالها الذي في داخل الارض مثل الموتى وغيرهم تحدث تخبر يصدر الناس يرجع الناس بعد انتهاء الحساب اشتاتا متفرقين مثقال ذره وزن نمله صغيره التفسير الاجمالي يخبر الله تعالى ان الارض يوم القيامه تتحرك حركه شديده وتخرج ما في داخلها من الموتى وغيرهم ويتساءل الانسان خائفا ما الذي حدث للارض فيامر الله الارض ان تخبر بما عمل الانسان من خير او شر وفي يوم القيامه يحاسب الله الناس جميعا على اعمالهم في الدنيا فمن يعمل مثل وزن النمله الصغيره من خير يرى اجره ومن يعمل مثل وزن النمله الصغيره من الشر يرى عذابه ما يستفاد من السوره اولا بيان شدة يوم القيامة. ثانيا: الأرض تشهد بما عمل الإنسان على ظهرها من خير أو شر. ثالثا: الحث على فعل الخير ولو كان قليلا رابعا التحذير من فعل الشر ولو كان قليلا تفسير سوره العاديات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير التفسير العاديات الخيل ضبحا صوت الخيل وقت سرعتها الموريات قدحا الخيل يخرج الشرر من حوافرها فالمغيرات صبحا الخيل تهجم على العدو صباحا فاثرن به نقعا الخيل حين تثير الغبار فوسطن به جمعا الخيل تكون وسط العدو لكنود جحود الخير المال لشديد بخيل بعثر ما في القبور بعث الله الموتى من القبور يوم القيامه حصل ما في الصدور اظهر الله ما في صدور الناس يوم القيامه التفسير الاجمالي اقسم الله تعالى بالخيل وهي تهجم مسرعه على الاعداء وقت الصباح وتسمع اصواتها ويرى شرر النار من حوافرها وقد اثارت الغبار حولها وتوسطت العدو على ان الانسان جاحد لنعم الله وهو معترف بجحود النعم وان الانسان كثير الحب للمال حريص عليه وبخيل به فيجب على الانسان ان يعلم انه سوف يخرج من قبره ويظهر ما كتم في صدره ويحاسبه الله على عمله ما يستفاد من السوره اولا الله يقسم بما يشاء والمؤمن يقسم بالله وحده ثانيا فضل الخيل وبيان اهميتها في الجهاد ثالثا الخيل زينه وقوه رابعا، جحود الانسان لنعمة الله وتهاونه في أداء الحقوق. خامسا، حب الانسان الشديد للمال. سادسا، يجب على الانسان ان يعلم انه يبعث من قبره ويحاسب على عمله تفسير سوره العصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التفسير والعصر الدهر خسر خساره تواصوا نصح بعضهم بعضا بالحق بالايمان بالله وطاعته. التفسير الإجمالي. أقسم الله تعالى بالدهر. والله يقسم بما شاء. أما الإنسان فيحرم ان يقسم بغير الله فاقسم الله بالدهر على ان الانسان في خساره الا من كان فيه اربع صفات الايمان والاعمال الصالحه والنصيحه بالتمسك بالدين والصبر على طاعه الله والصبر على ترك المعاصي والصبر على القضاء والقدر ما يستفاد من السوره اولا اهميه الوقت في حياه المسلم ثانيا الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر سبب للفوز في الدنيا والاخره ثالثا المسلم يصلح نفسه ويصلح غيره رابعا اهميه الصبر للايمان والعمل الصالح تفسير سوره البينه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه التفسير اهل الكتاب اليهود والنصارى المشركين عباد الاصنام منفكين تاركين كفرهم البينه الحجه الواضحه مطهره طاهره من الباطل والكذب قيمة عادلة ومستقيمة حنفاء مستقيمين على الدين البرية الناس جنات عدن هذه الجنات دار اقامه واستقرار خشي ربه خاف الله تعالى التفسير الاجمالي يبين الله تعالى ان الكفار من اليهود والنصارى والمشركين لن يتركوا كفرهم حتى ياتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقران الذي فيه الحق والعدل والبيان فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقران منذرا تفرقوا فريق امن بالله ورسوله وفريق كفر ثم اخبر الله تعالى انه امر الناس بعبادته واخلاص الدين واقام الصلاه وايتاء الزكاه وهذا هو دين الله القويم فالذين كفروا بالله هم شر الناس وعذابهم البقاء في النار يوم القيامه والذين امنوا بالله وعملوا بطاعته هم خير الناس واجرهم دخول الجنه والبقاء فيها ورضي الله عنهم ما يستفاد من السورة أولا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هداية للناس ثانيا افتراق الناس بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى مؤمن وكافر. ثالثاً فضل القرآن الذي فيه العدل والحق والبيان. رابعاً وجوب إخلاص العبادة لله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. خامسا: الكفار شر الناس، ونهايتهم العذاب في الآخرة. سادسا: المؤمنون خير الناس ونهايتهم الجنه في الاخره تفسير سورة التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم تفسير ألهاكم شغلكم عن طاعة الله التكاثر التفاخر بكثرة المال والأولاد حتى زرتم المقابر حتى جاءكم الموت ودفنتم في المقابر لترون لتدخلن عين اليقين ترون الجحيم بدون شك التفسير الاجمالي اشتغل كثير من الناس بالتجاره والاولاد واكثروا من ذلك وداوموا عليه وغفلوا عن ذكر الله وعبادته حتى ماتوا من غير توبه وتوعد الله هؤلاء بدخول النار ومحاسبتهم على نعمه الله عليهم التي لم يشكر الله عليها ما يستفاد من السورة أولا التحذير من التفاخر بالأموال والأولاد ثانيا التحذير من ترك العمل الصالح ثالثا زياره المقابر تذكر بالموت والاخره رابعا التفاخر بالاموال والاولاد سبب للغفله عن ذكر الله وعبادته خامسا الوعيد للذي اشتغل بجمع الاموال والتفاخر بالاولاد عن عباده الله سادسا الانسان محاسب على عمل الخير والشر يوم القيامه